والضيف اليوم بالنسبة لي هي تاريخ مميز في حياتنا. الضيف اليوم هي بالنسبة لي مدرسة في الكوميديا. هو شبهوني فيها لكن دائما أنا أقول لا، هي ما تشبه أحد، هي لها مجال طويل وأنا أتعلم منها. ضيفتي اليوم صاحبة الضحكة الجميلة، صاحبة الكوميديا الراقية، صاحبة المشاعر الحساسة. ها، على فكرة الفنان الكوميدي يكون من داخل حيل حيل حساس. ونستنا طول عمرها، ما زعلتنا، يعني عطتنا الابتسامة الجميلة. ونقول حيوا معاي بطلة الكوميديا أم سالم انتصار الشراح. نسفة كترته كحل عيونا مدهن قذلته، يما يلني نسفة كترته كحل عيونا مدهن قذلته وانخرب قلبي. حبيبتي هيون بنيتي وخيتي، وكل عام انتم بخير، وان شاء الله يا ربي كل سنه تصومون وتعودون يا ربي، ومبارك عليكم اخر ما تبقى من شهر رمضان، وان شاء الله يا ربي قيامكم يا ربي ان شاء الله واصل عند ربكم يا رب العالمين، ان شاء الله تقيمون العشر الاواخر. وبنت هيون يننتنا رايحه راده، هي اللي تستضيفنا رايحه راده.